زي ما حضراتكم شايفين ده فرخ ساسو عمر 3 أسابيع. أهم حاجة بالنسبة للفراخ الساسو ديت، أول حاجة إن هي لازم توفر لها مكان يكون نظيف، ثانيا الماية لازم تتغير كل يوم عشان منع من وجود فيه براز. ساعات بيبقى فيه براز موجود في المية ممكن ينقل العدوى ما بين كل فرخة والتانية. واحنا بنركز ان احنا في اول فترة لغاية شهر ونص كده، واحنا بنديهم بالظبط علف تركيز 23، وفي خلال شهرين يعني ما يوصلوا عمرهم شهرين كده نديهم علف 21. بعد كده ممكن نضيف شوية علف تركيز 21 مع تشيشة ناعمة، وده لغاية عمر 3 شهور. بيكون وزن الفرخة ساعتها حوالي 2 كيلو ل2.5 كيلو. هو طبعا فترة النمو دوت تجيله حوالي وزنه حوالي يتراوح من 300 جرام تقريبا. في خلال أسبوعين هيوصل حجمه إن شاء الله بإذن الله، ده نظام فيديو، لحوالي 700 أو 800 جرام. في خلال الأسبوع السادس والسابع بيوصل لكيلو ونص. خلال الأسبوع العاشر بيوصل خلال حوالي 2 كيلو. وممكن يستمر إن أنتوا تربوا فيهم أكتر من 3 4 أشهر، ويوصل وزنهم ل3 كيلو أو 3 كيلو ونص كمان. بس أهم حاجة الرعاية، أهم حاجة المية تغيرون باستمرار. العلف وجبتين تركيز 23، علف نامي، النظافة تحتهم باستمرار. وأهم حاجة إن هما لما يبدأوا يكبروا في الحجم، طبعا القفاصة الصغيرة مش هتنفع تاخدهم، فاضطر نقلهم في مكان كبير. أعرضهم للشمس باستمرار، والأيام اللي يكون فيها برد لازم نتغطوا. وإن شاء الله بإذن الله كده كل فترة، كل أسبوع كده أو أسبوعين هنعرض الفيديو ونشوف وصلوا لغاية فين. هما دول 6 كتاكيت ساسو، قلت أجربهم وأشوف. في 3 قبل كده جربتهم، بسم الله ما شاء الله عاملين من 3 كيلو دلوقتي، 3 ديوب كبار بسم الله ما شاء الله. فقلت حبيت ان انا اجرب التجربة دي يعني. اتمنى بقى ان شاء الله الفيديو تعجبكم، واعملوا اشتراك للقناة، دوس على زر الاشتراك. شكرا.